وزارة التربية والتعليم في الفترة اللي فاتت طلعت تصريحات قال لك هنلغي نص السنة وهنعمل ترمات، أو هنلغي الترمات وهنعمل امتحانات شهور. لا والله هيبقى في امتحانات ترمات ومفيش امتحانات شهور، لا والله في نص السنة أو مفيش. وفجأة أيضا، بس على فكرة دي غالبا شائعات بتتكرر دائما، قال لك إن لا والله دول هيأجلوا الدراسة. دي بقى لها 4 5 سنوات بتحصل. فتطلع وزارة التربية والتعليم تقول لك لا الدراسة في 24 سبتمبر ولا تأجيل للدراسة. في ناس تقول لك لا والله دول هيأجلوها لغاية بعد 6 أكتوبر. واتعملت قبل كده وغيره وغيره. إنما اللي عايز أقوله لحضراتكم إن بينما تدرس وزارة التربية والتعليم موعد بداية الدراسة هي محددة يوم 24 سبتمبر، معظم المدارس الخاصة في مصر بدأت الدراسة من آخر أغسطس، وكلها منضبطة من 1 سبتمبر في الدراسة، وأوتوبيسات بتنزل وعيال بتروح المدرسة وإحنا بادئين بعدهم بشهر. ما علينا، إنما خلينا نعرف هو في امتحانات ولا مفيش، وهي امتحانات نص سنة ولا امتحانات ترم ولا امتحانات شهرية، وإيه قصة إن الوزير طلع بتصريح قال انتهينا من مشروع تطوير المناهج وخلصناه. طبعا حضراتكم عارفين احنا بنسمع عن تطوير المناهج في مصر بقالنا بتاع 25 سنة، ولكن وزير التربية والتعليم فجأة قال لك احنا خلصنا وانتهينا منه وهنعرضه على مجلس الوزراء، على اعتبار ان مجلس الوزراء ممكن يعرف يعني ايه تطوير المناهج او ايه هي المناهج كانت ايه وعملناها ازاي او غيره. معي على الهاتف الاستاذ بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. مساء الخير يا استاذ بشير. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عندي اسئله محدده والنبي نبدا بيها الاول ثم نتناقش في اللي يحتاج نقاش، ايه رايك؟ يا ريت. الدراسه امتى يا استاذ بشير عشان الناس بقى نخلص الموضوع ده؟ الدراسه يوم 24، ولا يوجد اي داعي لتاجيل الدراسه يوم واحد. داعي؟ لا يوجد داعي ولا يوجد نيه؟ يعني لا يوجد نيه ولا داعي لتاجيل الدراسه يوم واحد عن يوم 24. اشكرك، يعني قولا واحدا انتهينا مش كده؟ طبعا. طيب الامتحانات، ايه حكايه تصريحات الوزارة بأن هم بيلغوا امتحانات نص السنة أو وبعدين أولياء الأمور رجعوا اتكلموا فرجعت الوزارة في كلامها، أو هل فعلا كان في نية ولا مفيش، ولا هل كانت يعني إيه الحكاية دي كلها؟ ممكن تشرحها لنا؟ أشكرك يا أستاذ محمد على دقة استخدام المصطلح تصريحات، يعني لا يوجد قرار بما تم تداوله منذ أيام حول إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي. طب ليه نعمل تصريحات؟ لا، ما انا هقول لحضرتك التصريح كان ايه. التصريح انه قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم وضع تصور لامتحانات شهرية عرضها على المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي اللي بيرأسه السيد الوزير وعضوية رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس وعدد كبير من الاساتذة الكبار. هذا اللي قدمه قطاع التعليم راق للمجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي، يعني قال ده تصور كويس جدا لست امتحانات شهريه علشان الطلبه. ست امتحانات سنويه مش شهريه، علشان ست امتحانات سنويه علشان ندي فرصه لولي الامر انه يتابع ابنه ويوزع الدرجات زي ما ارينا. اذا ده كان تصور او اقتراح عرض على المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي وطرح للحوار المجتمعي، ناخد عليه اراء مدرسين، ناخد عليه اراء اولياء امور، ناخد عليه اراء طلبه، ناخد عليه اراء متخصصين، نعرف رد الفعل من خلال وسائل الاعلام. استاذ بشير اتفضل. متى كان هذا الاقتراح ومن اعلنه للحوار المجتمعي، واين هي لجنه التعليم في وزاره في البرلمان من هذا المقترح قبل اغلاق البرلمان؟ خلينا اقول لحضرتك انه ده منذ اسبوع، وقلنا هنطرحه للحوار او 4 ايام، وقلنا هنطرحه للحوار لمده 15 يوم من خلال موقع الوزاره. وعايز اقول لك ان هناك تداخل كبير بين او قنوات اتصال مستمره بين لجنه التعليم في وزاره في البرلمان وبين وزاره التربيه والتعليم وقيادات وزاره التربيه والتعليم. تمام. وخلينا اقول لك انه ده عرض ايضا على لجنه التعليم في الوزاره، وبناخد استطلاع للاراء. اذا الاراء جت سلبيه يبقى هنفضل على النظام القديم، اذا جت الاراء ايجابيه يبقى احنا هنطبق هذا النظام. يعني يا فندم، ولكن يا استاذ بشير التصريح الذي صدر
هو أن الوزارة قررت، ثم رجع التصريحات اللي بعد كده قالت أن الوزارة ستوقف قرارها بالعمل بنظام الست امتحانات وتعود إلى امتحانات نص السنة. أستاذ محمد، لما أقول الوزارة قررت يبقى أقول صياغة الخبر أصدر الدكتور الهلال الشربين وزير التربية والتعليم قرارا، لكن الوزارة أفندم التصريح كان على لسان الدكتور الهلال الشربيني الوزير بعد اجتماع المجلس التعليم القبل الجامعي، هو الذي صرح بذلك للإعلام، صرح بأن ده مطروح للحوار المجتمعي، مش قرار. لو قرار كان صدر بيان من وزارة التربية والتعليم. تمام يا فندم. لكن صرح يعني الإعلام نقل تصريحات الوزير على أنها قرار رغم أنه هو ما قالش كده. مش كل الإعلام، لأن في كتير جدا من الزملاء الإعلاميين اتكلموا زي ما أنا بقول لحضرتك، وضعوا واختاروا المصطلحات اللي حضرتك اخترتها. تمام يا فندم، أشكرك. إذن خلينا نلخص، ما زال مقترح الاختبارات، ست اختبارات في السنة، مطروح للحوار المجتمعي مع المتخصصين، مع أولياء الأمور، يعني على المجتمع اللي ليه علاقة بالتعليم في مصر، ولم يتم إقراره ولم يتم إلغاؤه، مش كده؟ مظبوط. طيب لو قرر المجتمع واتفق المجتمع، ما انت لما تجيب خبرة والخبرة يقول لك الصح كذا، ما ينفعش. ما انت لو جيت لي انا وقلت لي والله انا هدي لك دواء مر، انا هرفض انك تديني دواء مر. انما مزبوط. المرجعيه هنا لو انتوا شايفين ان هو ده الصح وان انتوا عندكم سيستم لازم تمشوه، هل اولياء الامور هم اللي حطوا السيستم اللي هم عايزينه، ولا الوزاره هي اللي تحط السيستم الصح؟ لا، الوزاره اللي تحط السيستم من خلال متخصصين، لكن احنا تعودنا من البدايه بقى لنا سنه دلوقتي يا استاذ محمد بنطرح اي شيء للفورم. يا فندم انا سمعت، لو اولياء الامور رفضوه وخبراء التدريس في مصر والناس واللجنه لما طرحتوا عليها قالوا لك ممتاز جدا، لو خبراء التدريس في مصر وقفوا عليه واولياء الامور هم اللي رفضوه هتطبقوا؟ يقر يا فندم، يقر. اذا انا اولياء الامور، انا مع احترامي لاولياء الامور ما بحطوش المناهج. تمام يا فندم، حلو قوي. بمناسبه المناهج بقى، ايه حكايه ان احنا خلصنا مشروع تطوير المناهج؟ حضرتك قلت جمله مهمه جدا في مقدمتك دلوقتي قبل ما اكون معاك، قلت انه بقالنا 25 سنه بنسمع عن تطوير المناهج. ايوه، كل وزير بيجي بتتعمل لجنه، وكل لجنه تقعد تشتغل، وبعدين يرجعهم، وبعدين على فكره في عك كتير قوي، مره بنحب حسني مبارك نسيبه في كتب التاريخ ونمسح كل اللي قبله، مره بنحب ثوره 52 نروح مطلعين الملك زباله، مره بنكره حسني مبارك يبقى هو كخه واللي بعد منه كويس، مره طلعنا بالاخوان، يعني احنا بنقعد نفاس خاصه في التاريخ، يعني سيبك من العلوم وتطوير العلوم والكتب الجامده قوي، انما احنا بالامانه بنيجي على حاجات معينة ونفصل المناهج طبقا لتوجه وإرضاء نظام أو حالة وقتية دون النظر إلى البعد الأكبر في مصر. أتمنى أن تشرح لي عملتوا إيه وإزاي خلصتوا. خلينا نتكلم بشكل عام وبعدين أجي للتفاصيل اللي حضرتك بتتكلم عنها. اتفضل. بشكل عام حضرتك قلت احنا بنسمع عن تطوير المناهج بقالنا 25 سنه وهتسمع عنها كل سنه. تمام. يعني احنا اتكلمنا عن تطوير المناهج السنه دي، هتسمع عن تطوير المناهج السنه اللي جايه. حلو. لان كل سنه بيتم فيها تطوير المناهج. لا، هناك فرق بين بعد اذن حضرتك يا فندم. التطوير ياخذنا الى تطوير. بعد اذن حضرتك يا استاذ بشير. اتفضل. هناك فرق بين ان اطور المناهج وبين ان احدث المناهج، يعني انا لما يكون عندي كتب الانسايكلوبيديا بتبقى تعمل ايه؟ بتطلع كتاب كل سنة، انما اصول العلوم دي ثابتة وانا احدثها كل سنة. ولذلك خلينا نفرق بين العلوم والرياضيات ونفرق بين العلوم الانسانية اللي مرتبطة بينا هنا في مصر، التاريخ والعلوم الاجتماعية والحاجات دي. العلوم والرياضيات كلام حضرتك ينطبق عليهم تماما، ولذلك هيبدأ تطبيق المناهج الجديدة في العلوم والرياضيات العام بعد القادم، يعني مش السنة الدراسية دي، العام بعد القادم. ولذلك 150 أستاذ جامعي من 12 جامعة مصرية عكفوا على تطوير العلوم والرياضات واقتدوا بمناهج من بعض الدول المتقدمة، وما توصلوا إليه أجازوا مجلس الوزراء وعرض أيضا على لجنة التعليم في البرلمان،
وده هيطبق من العام بعد القادم. اما باقي العلوم فده اللي بيتم تحديثها زي ما حضرتك بتقول، لان هي فيها ثوابت ما نقدرش. هنيجي للتفاصيل يا استاذ محمد. فضل. اللي حضرتك بتقول شلنا مبارك وحطينا معرفش، اولا التاريخ لا يستطيع احد ان يزيفه. لا يا فندم بتزيف. لا يا فندم استاذ بشير، زمان التاريخ زيف ضد الاسره الملكيه، التاريخ زيف ايام السادات ضد عبد الناصر، التاريخ زيف بعد انور السادات وبعد عبد الناصر وكتب التاريخ اتلعب فيها ايام مبارك، وبعد مبارك اتلعب فيها. ولو جبت لحضرتك ولو حد عنده كتب التاريخ التي درست في المدارس المصريه على مدى 30 40 سنه او قبلها، هتكتشف مدى التلاعب اللي تم. خلينا اقول لحضرتك انا متفق معاك، ولذلك كنا بندور على خطبه معينه لعبد الناصر واحنا صغيرين ما كناش بنلاقيين خطب عبد الناصر اساسا. بالظبط. كنا بندور على بعض خطابات الرئيس السادات ما كناش لقيناها حتى في مكتبه التلفزيون. اه طبعا. كنا بنجيبها من قنوات اجنبيه ومن قنوات عربيه سرب اليها مكتبه التلفزيون. لكن اعتقد انه الشعب بقى عنده الوعي وفي وسائل اتصال حديثه جدا، ما فيش حد يقدر يزيف حاجه. واذا كنت تقصد انه صوره الرئيس الاسبق مبارك اتشالت او اتحطت، فده السنه اللي حكم فيها الاخوان مصر شالوا بعض الامور الكتير جدا اللي خاصه بالرئيس الاسبق حسني مبارك. لكن بعد كده اعيد ما تم حذفه الى مناهج هذا العام، وعايز اقول لحضرتك انه الموجود دلوقتي في المناهج عن مبارك كان موجود قبل فتره حكم الاخوان. لا يا فندم انا بص جميل جدا يا فندم، انا ما عنديش اي مشكله، وانا اوعد حضرتك ان انا في حلقه هجيب فيها كتب التاريخ وهقعد اقرا للناس اللي بيتعلموا عيالنا ايه عن تاريخ مصر وعن تاريخ مصر الحديث في المدارس. انا اوعدك بكده. كويس. وايه اللي بيتقال عن ما قبل ثوره 52، وايه اللي بيتقال مع بعد ثوره 52، وايه اللي بيتقال عن انور السادات، وايه اللي بيتقال عن حسني مبارك، وايه اللي كان بيتقال عن حسني مبارك، وايه اللي اتقال على مرسي. اصلا انا مش هينفع ان انا الغي ان الفتره دي كان يحكم مصر فلان، بغض النظر بقى احط رايي، احط رايي الشخصي او بحطوش، هم حطوا بالظبط كده. وبالتالي ارجو الاهتمام بده. هل سيتم عرض هذه الكتب او المنهج على مجلس الوزراء، لان مجلس الوزراء جهه اختصاص؟ كل ما ينتج عن اجتماعات لمتخصصين او يتخذ من قرارات او مشاريع حتى قرارات بيعرض على مجلس الوزراء، ولازم يعرض على مجلس الوزراء لاجازته. اشكرك. والجديد بيعرض على لجنه التعليم في البرلمان كمان. طيب اشكرك استاذ بشير حسن المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم على هذه المداخله.